بالمنطق ما يقوم به المجلس الرئاسي هو خارج عن إرادة الليبيين ومرغمين الآن عنه، لأن لو المجلس الرئاسي وهذه الحكومة الغير شرعية لو كانت لديها حاضنة أو الليبيين يريدونها لما استعانت بهذه الأعداد الكبيرة من الآلاف المؤلفة من المرتزقة، ولما استعانت بتركيا لتحميه. والمشكلة أن القرار أصبح في ليبيا تركي، يعني نحن لا نتعامل، لا يوجد طرف آخر في ليبيا، يوجد الآن مجموعة من القرارات التي تمليها تركيا بإرادة واحدة ولا توجد غير ذلك. نحن ملتزمين بمخرجات برلين، على تركيا أن تغادر ليبيا، هذا الكلام لا نقاش فيه اليوم أو غدا، لأن هناك شعب يرفض أن تحتل أرضه، وهناك جيش، وهناك دعم محلي عربي، دعم محلي وطني من الوطنيين في ليبيا، وكل شرفاء ليبيا ضد هذا الغزو، ضد هذا الاحتلال، ضد نهب ثرواتهم، وهناك دعم أقليمي ودعم عربي وهناك دعم دولي. وبالتالي هذه رسالة لابد أن تكون أمام تركيا في أي تعامل مع ليبيا.